تحت إشراف القسم الولائي للتدريب والتأهيل القيادي محافظة ولاية عنابة، قام فوج الشهيد عبان رمضان بتنظيم دورة القائد الكشفي المقدسي. هذا النشاط يمر عبر 4 مراحل. المرحلة الأولى هي تأهيل القادة، بعدها تسليم المشاريع الشخصية، بعدها تقديم الإجازات، من ثم تأهيل الكشافين. طبعا الهدف العام هو غرس هذه القيمة في أبنائنا في هذا النشأ حتى يكبر وينشأ على حب هذه القضية. كانت هذه انطلاقة كحجر أساس لنا احنا، واللي راح نعملوا بها بدور نحن لتوصيلها لجميع الوحدات الأشبال والكشافين اللي راح نخدموا معاهم. كانت دورة جد مميزة، نتمنى أنه ننقلوا هذه الدورة لأفواجنا به نصرة لإخواننا في غزة، تكون يعني تحقق نتائج في التوعية والإعلام، والتغيير يبدأ بفكرة والفكرة لا تموت. جئنا لهذه الدورة أولا إيمانا منا واعتقادا بنصرة القضية الفلسطينية ومحاولة إيصال هذه الرسالة إلى الأجيال وإلى الأشبال وإلى مختلف الفئات العمرية التي تندرج ضمن نطاق الكشافة الإسلامية الجزائرية. ثانيا، في هذه الدورة قمنا بعدة ورشات تطبيقية وبعدة محاضرات نظرية، تعلمنا من خلالها أهمية نصرة القضية الفلسطينية. إن شاء الله هذه الدورات تتكرر. أول حاجة نشكر فوز عبان رمضان على تنظيم هذه الدورة، دورة القائد الكشفي المقدسي. كانت دورة ما شاء الله في المستوى، فادتنا في أشياء ياسر، ومن أهم الأشياء إن نحن كقادة كيف نرسخ قضية فلسطينية في أذهان الفتية تاعنا، سواء من أشبال زهارات، متقدمات كشاف جوالة. إن شاء الله يكونوا كل قادة استفادوا، ونعملوا على توصيل هذه الرسالة للأبناء تاعنا إن شاء الله.